مرحبا بكم. سنقوم في هذا الفيديو بقراءة وجولة في الصحف الفرنسية، ونبداو بواحد الخبر جد مفرح. كاين واحد المساعدة ديال السكن، اوناد او لوجمون دو 1000 يورو بوغ لي موان دو 25 عام. يعني كاين واحد المساعدة ديال السكن قدرها 1000 يورو بالنسبة للشباب اللي قل من 25 عام، لي موان دو 25 عام. Les jeunes qui se lancent dans la vie professionnelle et touchent moins de 1400 euros mensuels pourront bénéficier d'une prime de 1000 euros dès le 18 février, annonce la ministre du Logement Emmanuelle Wargon. فاللي غادي يستافد من هذه المساعده ديال السكن واللي قدروها 1000 يورو هما الشباب اللي عندهم قل من 25 عام واللي عاد بداوا في الخدمه وعندهم 18 شهر ديال الخدمه، يعني يكونوا خدموا عام اونس، يعني 18 شهر ديال الخدمه، وماشي مشكل يكون عندهم سواء سي دي اي يعني كونترا ا دوري انديتيرميني او بيان سي دي دي يعني كونترا ا دوري ديتيرميني او اجونس انتريم. المهم الشرط هو يكون السالير نت ماشي البروت، يكون السالير ديالهم نت تساوي يعني ايغال تساوي او قل من 1400 يورو شهريا. يعني وهذه المساعدات جات في اطار هذه الجائحه كورونا، وباش يساعدوا الشباب اللي في واحد الوضعيه صعيبه وباش يبداو الحياه ديالهم كما قالت ايمانويل فارغون. حيت كاين تقريبا شي 36% واحد 36% من الطلبه اللي كانوا تيقراو ويخدموا وتوقفوا عن العمل بسبب الكونفينمون، وهذه المساعده ديال السكن ما هي الا واحد برولونجمون، ما هي الا واحد التمديد ديال مساعده الرحيل تتسمى لا بريم او ديميناجمون. لا بريم او ديميناجمون يعني وهاد لا بريم هادي بدات في 2019 وتتعطى للناس اللي خدامين وبعيدين ب 30 كيلومتر من مقر السكن ديالهم وبغاو يرحلوا، يعني تيستافدوا من هاد ال 1000 يورو. كاين واحد الشرط وهو ديال هاد الشباب اللي تحت من 25 عام يكونوا هير كارين، يعني ماشي تكون الدار ديالهم. بون كاين واحد الخبر اخر، واحد الخبر تاهو مفرح. اون ايد او ترافايور بريكير ليد برولونجي جوسكا فان ماي، يعني كاين واحد المساعده بالنسبه للعمال اللي ما عندهمش واحد الوضعيه مستقره، يعني دي ترافايور بريكير، وهاد المساعده غادي تمدد سوغا برولونجي حتى الاخر ديال شهر ماي pour les aider à faire face aux conséquences de la crise du Covid-19. Le gouvernement a mis en place une aide exceptionnelle de 900 euros au permis temps. Ces travailleurs qui enchaînent les contrats courts. Fait, هذه مساعدة استثنائية، القيمة ديالها 900 يورو، يعني كل شهر غياخدوها، يعني غادي تعطى للناس اللي ما عندهمش واحد العمل مستقر. وهذه المساعدة سيتم تمديدها إلى غاية شهر ماي 2021 كما قال وزير العمل يومه الاثنين. بون وشكون اللي غادي يستافد من هذه المساعدة؟ هما الناس كي ترافاي دو فاسون ديسكونتينيو، يعني الناس اللي تيخدموا ويجلسوا، بشكل متقطع، وكذلك العمال الموسميين، يعني غادي يستافدوا من مساعده ديال قدرها 900 يورو تجي في اطار لا كريز دو كوفيد 19، وكذلك الناس لي سيزونيي العمال الموسميين، والناس كذلك الناس ديال الانتريم. كاين واحد الخبر اخر وهو خبر شويه ناقص شويه، وهو بالنسبه للفري ويفي هاد المجانيه في لا كونيكسيون ما غاديش تبقى، يعني الفري ويفي فا فيغ ديسباغيتر، يعني ما غاديش يبقى خدام، يعني ماشي دان سول كو ولكن بشويه بشويه غيبداو يحيدوه حيت كلشي ولا تيدير الكارت جي، هادشي كما قالوا يعني ما غاديش يبقى. وهذه بالنسبه للناس اللي يعني الناس اللي ما كانش عندهم واحد الوضعيه مستقره، يعني كون تيستافدوا من هذه المجانيه ديال الويفي. دابا خصهم ولا بدا خصهم يديروا واحد لابونمون باش عادي يخدموا بالويفي. كاين خبر اخر وهو خبر جد مهم بالنسبه لي تيست ديال كورونا. كاين لي تيست بي سي ار اللي تنعرفوهم ديال الانف، يعني وكاين دابا لي تيست ساليفير. لي تيست ساليفير وهو تياخذوا واحد العينه
من اللعاب، من البزاق، تياخذوا واحد العينه من البزاق، وهذه اسهل من التست ديال الانف، يعني حيت شحال من واحد عنده حساسيه من داك الشيء ديال التست ديال الانف، تتكون يعني اليرجيك، كاين بالنسبه للدراري الصغار، يعني هذه مساله بسطوها ولات ان تيست ساليفير اللي غادي يبداو فيه. يعني نشوفوا هنايا Le prélèvement doit être réalisé 30 minutes après la dernière prise de boisson ou d'aliment ou de cigarette ou d'un brossage des dents ou d'un rinçage bucco-dentaire. Ou le test salivaire, يعني غادي يبداو ياخذوا يعني هذا لو بريليفمون خاصك يعني من بعد 30 دقيقه، يعني مثلا كليتي شي ماكله من مورا 30 دقيقه عاد ممكن ياخذوا منك واحد العينه ساليفير، ياخذوا منك واحد شويه ديال اللعاب من مورا 30 دقيقه مثلا، سواء شربتي او كليتي او كميتي او مثلا كاع غير حكيتي سنانك، يعني حتى تدوز واحد شويه ديال الوقت عاد ممكن دير هاد لو تيست ساليفير، والنتيجه يعني تتعطى من بعد 24 ساعه او 48 ساعه. يعني هذه بالنسبه يعني بغاو يبسطوا هذه المساله هذه وتولي وغادي يبداو يديروها في المدارس والجامعات. كاينه مساله اخرى، كاين واحد الخبر عاوتاني جد مهم، وهو هذا الخبر هذا يهم الناس اللي عندهم الوليدات، خبر بالنسبه للناس الاباء او الامهات، وهو نشوفوا هنايا الخبر une augmentation des délivrances par des professionnels de santé de certificats prescrivant une contre-indication au cours de natation chez des jeunes filles. مؤخرا فرنسا لاحظت واحد التزايد في تسليم شواهد من عند العاملين في مجال الصحي تعطيهم للبنات باش ما يديروش رياضه السباحه في المدارس. يعني فرنسا بغات تفتح واحد التحقيق في هذا الموضوع هذا، حيت هاد لي سيرتيفيكا هاد الشواهد كلهم يعني فيهم لاليرجي او كلور، لاليرجي او كلور، يعني هاد الناس هادو هاد البنات هادو ما تيبغوش يديروا هاد ديكور دروس ديال السباحه حيت عندهم الحساسيه من الكلور. ولكن فرنسا تتربط هاد الموضوع هذا تتربطو بلو سيباراتيزم ريليجيو، يعني كاينين مسلمين ما تيبغوش بناتهم يمشيو لابيسين ويكون ديك لابيسين يعني تكون ميكست، ما بغاوش البنات ديالهم يعوموا وتكون لابيسين ميكست. يعني فرنسا ما بغاتش هاد المساله هادي. وكما قالت الوزيرة المكلفة بالمواطنة في حكومة جون كاستكس بأن ليكول دوا لوتي كونتر لي ايديولوجي سيباراتيست كي فيز اون بروميي ليو لي بوتيت في، فقالت الوزيرة بأن المدرسة الفرنسية خاصها تحارب أي توجه ايديولوجي انفصالي لي تيفيزي البنات الصغار، بمعنى اش بغات تقول؟ أن المدرسة الفرنسية هي مدرسة علمانية ولا تقبل اي توجه ديني. اي فوالا، كانت هذه هي الاخبار المستجده و ا تري بيانتو.